عال اسماعيل نافي جبر مشتهى، عال اسماعيل نافي جبر مشتهى. وانا كنت بدي نفسي البس كفات الاهلي وبوت الاهلي وزي الاهلي، بس بالاخير لبست هاي كفات وهاي بوت. والله كنت نفسي، انا كنت نادي الاهلي وبحبهم كتير. بتحب النادي الاهلي كتير؟ شو بدك تقولهم؟ يلا فرصة يسمعوك. يا خدين عنكم، انا وخالتي وبنت عمي وابن خالي، خدين عنكم عالجوني بس، واشوف محمد شنو قدوته، قدوه كل واحد بحب نادي الاهلي. شو كنت بدك تصير لما تكبر؟ حارس نادي الاهلي زي حارس الشناوي. كنت نفسي البس كفات الشناوي وبوط الشناوي وزي الشناوي. كنت نفسي، كانت احلامي كلها بس اسافر على مصر عشان اسجل بنادي الاهلي واتدرب عندهم. كنت نفسي، كنت كل ما تيجي مباراه يا الاهلي احضرها، وبالاخير بسودش وجهنا لا ببيضوه. واخر مره فازوا كاس افريقيا، فازوا ورفعوا راسنا، واحنا هنا 11 مره فزنا كاس افريقيا، مش مره ومرتين، 11 مرة. وأنا كنت في النادي الأهلي وبحبهم، ودم أحمر عشان أنا أهلاوي. ألف سلام عليك. الله يسلمك. بتتعالج يا رب، بتروح وبنشوفك حارس النادي الأهلي بدون ما نزعل الزمالك كمان. طيب لك لايك وأنا بالفيديو.